واحنا اليوم نحمد الله ونشكره انهم رجعوا اسرانا وجرحانا سالمين غانمين الى ارض الوطن في اسرهم واهلي. والله خرجنا من صهود من سجون يمنيه لكن الدائري عليها من سجون صهيو امريكيه، ان ما حصلنا لنا في السجون لم يكن من عرب، لا لديهم لا وازع دين ولا وازع قبيله ولا وازع عروبه ولا وازع رجوله، ان لما لديهم ثقافات مغلوطه واساليب التعذيب لم نحصل عليها ابدا حتى في الافلام الرعب.